يا الله، يحدثني إخواني في أمريكا وأنا في زيارة لهم عن شاب أمريكي يدخل على إخواننا في صلاة الفجر في مسجد من مساجد مدينة بروكلين في ولاية نيويورك، وفي ترجمة حرفية تقريبا للحوار الذي دار بينه وبين إخواننا دخل عليهم بعدما انتهوا من صلاة الفجر وقال لهم: أريد أن أكون من أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن أدخل الإسلام، دلوني ماذا أصنع؟ قالوا: من أنت؟ وما حكايتك؟ وما الذي جاء بك؟ قال: دلوني ولا تسألوني، ماذا أصنع؟ قالوا: اغتسل. فاغتسل، ردد الشهادتين، فردد الشهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله. علموه الصلاة فصلى الصبح. قال: أريد أن أبقى معكم في هذا المركز أياما لأتعلم الإسلام. فأبقوه معهم، ومضى اليوم الأول، ومضى اليوم الثاني، ومضى اليوم الثالث، وقد لفت هذا الأخ الكريم أنظار إخوانه بطول سجوده بين يدي الله جل وعلا، بكثرة بكائه لله سبحانه وتعالى، بحرصه على أن يسمع القرآن الكريم. فبعدما انتهوا من صلاة المغرب جلس إلى جوار أخ من إخواننا ليسمعه القرآن، فقال هذا الأخ الكريم له: يا أخي، صرت أحقر نفسي إلي جوارك، ما نظرت إليك إلا واحتقرت نفسي، وأنا دخلت هذا الدين من عشرات السنين وأنت لم تدخل إلا من يومين، أراك باكيا خاشعا تريد أن تسمع القرآن في كل دقيقة. يا أخي بالله عليك أخبرني، ما حكايتك؟ ما قصتك؟ فقال له بأنه منذ 4 سنوات لا تمضي عليه ليلة، من 4 سنوات لا تمضي عليه ليلة إلا وهو يبكي، لا ينام إلا باكيا، وهو يتضرع إلى الله الحق سبحانه وتعالى أن يدله على الدين الحق. شاب أمريكي من أصل أسباني يعتنق النصرانية ويتضرع إلى الله جل وعلا أن يدله على الحق. يقول لهذا الأخ الكريم: وفي الليلة التي دخلت عليكم صبيحتها نمت باكية وأنا أسأل الله عز وجل أن يدلني على الحق. قال: فرأيت عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام في الرؤيا وهو يشير إلي بسبابته ويقول: كن محمدية، كن من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وعيسى ومحمد أخوان، أخوان دينهما واحد وهو الإسلام، ما جاء للبشرية إلا بالرحمة وإلا بالحق والهدى. وسينزل الله عيسى كما سأبين إن شاء الله تعالى بالتفصيل في هذه السلسلة العلمية المنهجية الكريمة ليحكم الأرض بشريعة محمد بن عبد الله، إن الدين عند الله الإسلام. يقول له عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: كن محمدية، كن من أتباع محمد بن عبد الله. قال: فخرجت فدخلت عليكم لأنه أول مسجد أمر عليه. يقسم الإخوة بالله، أذن المؤذن لصلاة العشاء ودخل هذا الشاب الكريم في الصلاة مع إخوانه، وفي الركعة الأولى سجد السجدة الأولى ولم يرفع رأسه، وأكمل الإخوة الصلاة وسلم الإمام ولا زال الأخ ساجدا. نادى عليه الإمام: يا فلان يا فلان، فلم يجبه، فقام إليه ونادى عليه إخوانه الذين يصلون إلى جواره: وإذ بأحدهم يحركه فوقع على الأرض، فنظروا إليه فوجدوا روحه قد فاضت إلى الله جل وعلا. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة.
يا رب ارزقنا حسن الخاتمة يا الله. وهو ساجد وهو ساجد بين يدي الله عز وجل، يا لها من خاتمة. لا إله إلا